صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. من خلالكم بدي وجه الرسالة للدكتور سمير جعجع من جديد تعليقا على خطاب مبارح. ما من شك فيه كان خطاب رجل دولة من خلال حكي عن المنطقة وعن الوضع العام. أما تعليقا على ترشيحه للفاسد المجرم اللي ذبح المنطقة المسيحية من الوريد للوريد وجاي الاستاذ شار جبور أسفي عليك انه يبرر ميشيل عون غير 89، يا عيب الشوم عليك استاذ شار جبور. استاذ شار جبور ميشيل عون هو وعائلته الفساد وهن اللي سرقوا المال، احدى اللي سرقوا المال العام بلبنان. استاذ شار جبور أقسم ميشيل عون للدكتور سمير جعجع بشرفه العسكري إنه ما بيضرب القوات وهو بده يضرب المنطقة المسيحية ويركعها. أحلامه أن يكون شار دوغول، أن يكون بشير. بهيك الوقت كانت أحلامه أن يكون بشير، هلا أحلامه أن يكون شار دوغول وينستون تشرشر، وينستون تشرشر إذا بتريد. أقسم له بشرفه العسكري، شو هالشرف الكبير، وضرب المنطقة وذبح الشباب المسيحيين من الوريد للوريد. الله. وكان يقولوا جماعته المقطوع القاتل يقتل، صاروا قطولين قتل الشباب دبحوا. دكتور سمير جعجع اللي بيجرب المجرب كان عقله مخرب. نحن جيل هون عنا عند الأمريكان ولمن كان بفرنسا كذب على الفرنسوية وكذب على الأمريكان، ما بتزبط أبدا بهالشكل هيدي، ما حدا قبضه جد ولا من يحزنه. هلا بالنسبة لألي أنا قلت وبرجع بكرر، سنة 13 بلشت قول ما يلي: ما في انتخابات رئيس جمهورية بلبنان، كانوا المجارير تبع بيت فرنجيو اللي عم بيغشوني بالتليفونات انه جون عباد جاي وجون قهوجي. جاوبت تاني يوم قلت لهم ما في انتخابات رئيس جمهورية بلبنان. انا وديت كتاب لمجلس الامن بواسطة سفيرتنا بالامم المتحدة سماتا باور وطلبت منها إصدار قرار من مجلس الأمن إلزامي للبنان. ميشيل سليمان الرئيس ميشيل سليمان بكفة بضل قاعد بمركزه حتى ينتخب رئيس جمهورية لبنان، ما ردت علي، فهمت أنه شغلي ما نويرد بقى، إذن أنا مني شايف أشفي بالمنطقة. فقلت بتشرين الثاني 17 منحكي وبعدني على كلمتي، إذن هذا كله كلام ما في. هلا أنا بدي سقفكن إذا بتريد، دكتور سمير جعجع متأسف أن أقول هذا الكلام هيك، بدي سقفكن باللعبة بتعرفوه بس أنا بدي ردده. ما شفنا بحياتنا، يمكن كان في قبل مني بيقولوا معاوي وبيقولوا ما بتركب براسي، يعني أنا شوب بعيني الباطنية بالخبس والكذب والاحتيال والغدر والخيانة والقتل، فرجينا إياها حافظ الأسد شغلي منا معقولة. أنا لم بعد بجتمع مع الطلاب تبع العلوم السياسية بعدة جامعات بأمريكا وبعد بشرح لهم كيف حافظ الأسد بيستعمل هذه الباطنية. بتشوف بتطلع بعيون الطلاب ضيخي، معقولة في رجل هيك؟ إيه. إذن من هون بدي بلش. طه ونجيب مقاطع ونبيه بره، وأرجوك تسمع دكتور سمير جعجع اللي قدروا تمكنا ان يستعملوا هذه الباطنية الخبيثة بهالشكل هذا لصالحهم، ياخدوا المال والجاه بالمال العام بلبنان ياخدوه وما يتحاكموا، معناته انتو ما فيكن لين، ما فيكن لين ابدا. هذا واقع قدامنا. ميشيل مرهج صغير
قدر أخذ هالأربعين مليون دولار من دفعة المليار دولار من دولة العراق للشركة الإيطالية، له 4% عمولة لأنه موزع العمولات لغيره. 40 مليون، لما شاف الأربعين مليون ضوخ خاف لرفعت. أما قبل ما كفى نبيه بري وطه ونجيب مئاتي ما جيبوا نسوان لبيت الأسد، هيدي بأكد الكنهية. لا استعملوا نظام الباطني بهالشكل هذا لصالحهم، بس ما جيبوا نسوان. أما لا، ميشيل مرهج جيب نسوان وبنات سوريات، ما بعرف إذا جيب لبنانيات، لرفعت الأسد تياخد رضا. فإذا اشتغل بدعم رفعت الأسد وإجا قال له معروض علي بالعراق حضرة القائد، بتريدني اشتغله ولا لا؟ قال له اشتغله، وإذا حدا بيحكيك اش عم تعمل بتجيل عنده. ما كان في مصريات بسوريا بهيك الوقت. كان يقول رفعت ما يلي بلك قل لي بربك، قل لي بربك، في واحد معه مليون دولار صحيح هالكلام؟ ما كان فيها المصريات. طلعوا بلبسات الرئيس حافظ الأسد بطقومته، طلعوا فيه من 70 لـ80، بـ80 لما فاتوا بالـ76 على لبنان وبلش هالخير يطفق، هيدا طلعوا بلبسات وكيف تغيري؟ هيدا مطل قدامكم. إذن بدي كفي دكتور سمير جعجع. شيل مرهج لا، جابلو بنات. لما قبض الأربعين مليون دولار دوخ هرب عائلته، قال لك ليقوم يسلم لي عرضي ويسلم لي كذا، وقعد ببريز. لما اجتمع برفعت كانت طلعت الفوائد، قال له ما قبضت، يعني اللي قبضت ما ننشي، هلا قبضت، هيدي مليون دولار. أخذ المليون دولار رفعت الشيخ إنه على أساس، وقال له لما بيصير يدفع على العراق ضغري أنا بوصل لك. بس كان قبض فوائد، طلعت الفوائد عن أيام الرئيس ريغان 10 و15 و20% على الدولار. إذن تأكيدا وبرجع بكرر، طه ونجيب مئاتي ونبيه بري ما جيبوا نسوان، مثل الرئيس رفيق الحريري ما جيب نسوان للسعودية. هيدي خدوا هالمعلومات حطوها بجيبتكم. إذن لا، بده يقلب عليك، ما في رئيس الجمهورية، ما في. برجع بكرر وبرجع بقلك، عندكم اتصالاتكم، تاخدوا التليفونات، هذا كله بعرفه عن اللبنانيين. ألو فرانسوا ميتيران، ودي لنا مرتك تنشرب كيس تجي أنت. ألو بريزيدنت أوف يونايتد ستيتس، ودي لنا مدامتك أنت لتجي أنت. هذا كله بنعرفه هالكذب اللبناني والأونطو. بس بكل جدية، لا ما في انتخابات رئيس جمهورية. الإيرانيين عندن غير بلان، وماشيين بخوطة ثابتة على المشروع اللي عاملينه، وما بيرجعوا فشخة عن المشروع. إذا دكتور سمير جعجع بدك تغير كل سياستك. شو مشروعكم؟ بدك تقعد أنت والعقول المارونية بالذات والمسيحية بالأكثرية، بدك تبلش مع الرئيس أمين الجمير شخصيا، عنده خبرة كبيرة كتير. شو في مآخذ هيدي غير شيء؟ عنده خبرة رهيبة ودافع حقه. أحد يحكي بشهداء أكثر من الرئيس أمين الجمير. بدك تقعد أنت وياه، تتشاور أنت وياه على الكلمة وعلى الفيرجول وعلى الرقم، وتجيبوا ناس بنات وشباب بمستوى روجي ديب، أنطوان حداد، هالمجموعات، تقعدوا تتشاوروا إبراهيم نجار، تجتمعوا وتتناقشوا، تعملوا كونتروندو، ترجعوا تناقشوه، ترجع تقعد أنت والرئيس الجمير، تقعدوا معهم، وبترجعوا تقعدوا أنتوا لحيلكم. هذا إذا ما يمكن مشروع كله كلام. هلو خليني حط لك إياها حيشي. لا حل للبنان أن يكون هناك دولة محترمة وأمينة إذا في لبنان، إذا ما كنا منفتحين على إسرائيل. لا حل لشعوب الهلال الخصيب إلا الانفتاح الكامل على إسرائيل. انفتاح بالمفهوم الإسرائيلي مش بمفهومنا. ألو بريزيدان كذا، ودي لنا مدامتك تنشرب كيس الليلي، هيدا ما بتمشي مع الإسرائيليين. شعب عنده 5000 سنة خبرة، والعلوم اللي علموا فهموها، علموا أجيال علوم عالية متفوقين بالعلوم.
في انسان عنده خبره ومتفوق بالعلوم، مش حامل من ساعه ساعه شهادته، مش حامل من الجيزويت بيعطوا لاولاد الكبار. دكتور سمير جعجع، كانت الجيزويت تعطي لاولاد الكبار اسلام ومسيحيه الاسئله قبل بوقت، وعندي اشياء كثير تقول لك اياها بهالموضوع. لا، الطائفه اليهوديه الكريمه، لا، الام والاب ضحوا بكل ملذات هالدنيا تعلموا اولادهم، تعلموهم علوم عاليه، في عقل بيقعد يحكي. هلا اليوم بالنيويورك تايمز بتمنى عليكم انكم تقروهم، عم بمرنوا فلسطينيين بدوله اسرائيل مع الجنسيه الاسرائيليه، عم بمرنوهم حتى يعملوهم بوليس. اقروها بالصفحه الاولى بالنيويورك تايمز، والنيويورك تايمز جريده محترمه، من السفير، من شعارات هيك او الانوار. لا يا شباب، تربوا بالكم كثير. مش قالوا يا باك، شوفير الباك بيقول له اشفي، مش صحيح هالحكي. بدي احكي لكم، بتمنى على كل اللي بيسمعوا انن يوزعوا هذا الكلام. ما فيكن ليهم، هول تعلموا الخبث. شيء المرهج صغير كثير، صغير مبالغ صغيره، هوليك اخذوا الجاه والمال. فبكن تعرفوا اش في مقابلكم اذا ما بتعرفوا خصمكن 100% ودارسينه كله حكي. واذا ما بتنطلق دكتور جعجع، ليك ليه توصق ابدا ببشار الراعي؟ ليه له علاقه؟ ليه بالكنيسه؟ وليه بلبنان؟ وليه بالمغرنه؟ حيله 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 حيله. ما بدي احكي لك اكتر، ما بدي احكي لك. كنت بحكي لك عن ولاد صغرتها اللي عملوا مطورين، اش كانوا يقولوا؟ انه ايش بقى تحكوا بمريم العذراء انها عذراء؟ وشو هالجريمه اذا قلنا انها متجوزه مار يوسف؟ انتبه انتبه، في امور كثير بدك تنتبه لها دكتور سمير جعجع. بدك ترجع تمد على الرئيس امين الجميل، وشرحت لك نوعيه الناس اللي بكن تجيبوها تجتمعوا فيها. في عقول كثير، هول انا اللي بعرف بالاسامي، يعني ما بعرف حدا منهم. فاذا بتريد ابدا ما فيكن النبيه بره، ولا فيكن الطه والنجيب مئاتي ابدا. لك ايش بدك؟ ما خدم من رفيق الحريري هالخميري اللي صورت مع طه تيقدر يخش بالشور الاسد، مش رفيق الحريري اللي فادوا فيه. ما خدموا الرفيق بكلمه، كلمتين بسيطين. رفيق ابو بهاء، اسمعني كلمه، ما انا زبطه بينك وبين الرئيس بشار الاسد، اترك لبنان، واذا عندك تخطيط اعملوا من برا انت واعيد. كانوا لازم يلفتوا له نظره، ما لفتوا له، ما خدموا، رغم كان كثير منيح معه. هلا قبل ما اترككم بكلمه بسيطه، تهديد لوليد باك جنبلاط. وليد باك جنبلاط، ما في شيء اسمه داعش لقلك، لا حدا جاي لك. انا بقرا منيح، الجهاز الامني الايراني السوري حزب الله بده يروحك لفرد سبب. جاي الكونتون الدرزي، كونتون اقليم اللي بدك يسميه، من السويداء بسوريا الى حاصبية بلبنان. ما بدني اياك انك تكون انت رئيس هذا الكونتون، بدني يستعملوا طلال ارسلين ندفي وبيموتوه بعدين، بينطفي بس بالاول بيستعملوه. بدني يجيبوا على هالكونتون سيفلين ووسخين اسفل بكتير من وئام وهيب، رغم انه وهاب وئام وهاب طمح هو يتزعم هذا الكونتون. بدهم يجيبوا اوسخ منه بكتير، وعم بيهيئوهم النظام الايراني السوري حزب الله. كمان كلمه قبل ما اترككم، دكتور جعجع اسمع، ما في شيء فالت، ولا تسقط شعره من رؤوسكم الا باذن الله ابيكم الذي في السماء. ما ممكن ينتخب رئيس جمهوريه لبنان الا بالتفاهم مع إيران والسعودية، هيدي شيء. بس الهلمال بده يكون الأردن موافق وإسرائيل موافق. قل بيقول لك لا، قل له كذاب، ما هو شايف شيء قدامه. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحراء بلبنان.